아까 때문에 문제받은 일이 그래. 아직 같은 일이 그래. 아들 멜림 휴세인 도돈스위 스바 제로 카트 비스밀라 제로 카트 아우 ابداعات الخير هذا هو اش كدير دروك اش كدير اش كدير هذا كان قصص نقطه ديالو هذا المقص هذا راه غندو من الاول ديالو حتى النهايه كيفاش دابا راه وريناكم كيفاش كي تنظف دابا انت شنو كدير كتنظف هاد النقطه كتقصص الغطا المعلم دو دونسوي كيقصص الغطا اي ملي غادي نقصو الغطا غادي نعطو التنظف من بعد قصص تنظف من بعد قصص تنظف ومن بعد تنظف من بعد تنظف النشا النشا من بعد النشا غادي نصو هنا واحد الواو واو فهمتي وغنديرو الشهدا هنا الشهدا اشنا هي الشهدا الشهدا بحال هذيك ديال النحل ديال النحلة اييه الشهدا الشهيدة ديال النحلة الشهيدة انت شفتو كيفاش كيكون هاد الخير هذا وشو هنا اللي مقاد أيه. مازال ملي غيطفينا غادي تشوفوا ان شاء الله عاودتهم ان شاء الله باذن الله تعالى أيه. هذا المعلم حسين دودونسوي هنا في مدينه طنطان هو في مدينه طنطان عند البكايم والاتاي اللي معروف في طنطان في دار الحاج البكايم والاتاي معروف في طنطان معروف في طنطان وكاع الناس ديال طنطان خيرت بيهم تحيات تحيات لطنطان كلها سكر طنطان كنشكر طنطان كلها كنشكر طنطان وكنشكر وربي يبارك ان شاء الله في اصدقاء يبارك فيهم ان شاء الله امين وتحيات على حميد وربي يبارك في المعلمين القدام هادو والحسن مدينة تالودانز ترحب بكم وعبد العليم من مدينة طنطا أول معلم بوركينا فاسو حسين طوطونسوي اختصاصي في المقربص كل شيء المقربص والقواط والبلانات والصيف كل شيء البلانات كل شيء كل شيء بحال هذا الشيء كنتصوروا انا كل شيء كل شيء معروف انا بهذاك انت معروف على الصعيد الوطني والدولي مزيان تبعلم ربي يبارك فيك ان شاء الله الناس راه كيعرفونا ماشي المعلم طوطونسوي معروف على الصعيد الوطني ياك الصناعية راه كاع كيعرفونا تحية لولاد سكورة تحية لصحاب طنطن تحية لعبد الغني النهار ياك صاحبك من الحميدية حتى للجميلات كنقدمها لصحاب طنطن حنا راه كنا في كازا وجينا لهاد الأرض السعيدة ولفنا فيها ولقينا مواليها خير في اليوم وغنبقاو فيها إن شاء الله حتى للنهاية إلا بغا مولانا إوا هادي حيي القباصة اللي كيحيوك وكاع شي معلمين راه كيحيوك كنصيفط لهم التحية كلهم راه كيحيوك ويسلموا عليك فهمتي حتى هو راه يسلم عليكم ويبان لكم نفس التحية كلشي فيما كان شي قباص كيعرفني ولا ما كيعرفنيش كنقدم ليه التحية معلم حسين دودونسوي يا اخويا خيرت بك ان شاء الله خيرت بك معلم حسين معلم حسين تحية على معلم حسين مدينة تالودان حسن جباس يحييكم كيحييكم من مدينة طنطر مدينة الخير والخبير والأواتي عمر شي براد يكون ديال الصحراء ورا ليا هنا بالي بالي راه ليا لقد الدماغ مع هاد المقص هذا هذا المعلم حسي محمد هو المعلم حسي شتيه كيسلم عليكم سلامة تامة شاقنا بلد الله ينورك يا استاذ بحسن امين امين يا رب واياك ان شاء الله واياك زيرو كات معلم دودونس في زيرو كات من حي ابو ناشر دار البيضاء تحيه لسكان دار البيضاء الزقه ثلاثه غير زل
بقى 4 0 كان مجموعه واحد ادم علم حسين ضد نصوي هما شتو هاد اللي مسكين من الفوق مازال هنا راه يستكع عاوتاني الريح وهنا راه باقي ولكن هاد القرص قليل اللي كيعشقو كيديرو هذا خاص كاين مواليد لحقاش غالي شوية وفيه شوية الخدمة سلم عليك الحسن إيرك اه شكون اللي يسلم عليا الحسن إيرك كنسلم عليه التحية من ولاد من هو وراء الحسن إيرك اييه تحية للحسن إيرك من هو وراء تحية لسي إبراهيم سي إبراهيم أوس كنشكروك أخاص سي إبراهيم على البدء كنشكروك أخاص سي إبراهيم إبراهيم الصحراوي أكادير رئيس جمعية جبس الكبير أكادير كنحييكم من مدينة طنطان والتحية كنسلم على مصطفى والطار اللي في أكادير تحية مصطفى والطار اللي عنده شركة في أكادير مع دودونسوي السلامة راه شحال من عام هادي ما شفناك والتحية السي حسين افريقيا في أكادير تحية لعبد الغني الطويل تحية للدراري اللي في الإمارات العالمين ديالنا السعودية تحية لكم ومرة مرة سولوا على المعلم تحية للبكاي تحية لك أخا البكاي محمد أمين أتي. محمد أمين تحية لي وحنا راه في دارو دار البكاي أخي أشبي الله فينا طاجين كل النهار وأتاي موجود والسكر راني لا تاي أخويا أبالي راه المعلم ضرو راسو وراه سبحان الله اخا ابو كثير حسن كيسلم عليك شكون حسن بو كثير كنسلم عليك اخو حسن بو كثير ميلود خويا ميلود خويا ميلود تحية لك تحية لك الناس قول ميم وسيدي يفني تحية لكم تحية خويا بو كثير حسن خويا حسن بو كثير راه بينا وبينك شحال من عام راشي 30 سنة ولا 20 اوكي يسلم عليك كنسلم عليك انا من العائلة ديال الفقيه واش عليا ما تكازر شحال من عام دابا قبل ما تجي لاكادير والتحية لمصطفى والطرب تا هو راه بينو وبينو شي 20 عام ومراكشي معروف في اكادير صناعي واعر اخير تبيه يا حسن بوكتير شاف اه هو كيتفرج في ديك راه قال لك تبارك الله عليك الله يعطيك تبارك الله عليك يا حسن خويا الصناعه ما بقاش كي كان زياني الله يبارك فيك خويا تحية خويا الزياني زياني حسن بوكتير راه فيه الشد فيه الشد خير تبي الشد مشان هاد مولي مع القدامة وتاع حسن
قال لك فيه الشد.